سلام الله عليكم مشاهدينا في سلسلة حلقات جديدة من قواعد الاشتباك في المنطقة والعالم، حيث نرصد بالتعميق والتحليل والمراجعة مسارا مهما في تاريخ مصر المعاصر، بدأ بثورة شعبية في 25 من يناير عام 2011. في الحلقة السابقة ناقشنا مسار الثورة وما رافقها من أحداث هامة منذ يوم 25 من يناير إلى يوم إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك وتسليمه السلطة إلى مجلس عسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي. في هذه الحلقة نتابع في هذه المرحلة ما بعد التنحي الذي اعتبره كثيرون نهاية ناجحة للثورة. في هذه المرحلة تحمل المجلس العسكري مهمة تطبيق خارطة الطريق، خارطة تفضي إلى تحول سياسي يلبي مطالب الثورة، إلا أن المجلس العسكري واجه صعوبات وتحديات، فالشارع المصري لم يهدأ واستمرت التظاهرات المطلبية للتسريع في تنفيذ خريطة الطريق. ولم تخلو هذه المرحلة من اتهامات للمجلس العسكري بمحاولة إطالة المرحلة الانتقالية، إلا أن المجلس في نهاية المطاف أنجز ما عليه وسلم السلطة للرئيس محمد مرسي بعد انتخابات برلمانية ورئاسية. وهنا تبين أن حركة الإخوان بدأت بحصاد ما زرعته الثورة، وبدأت مرحلة صعود الإسلام السياسي في مصر. في هذه الحلقة نناقش هذه المرحلة مع ضيوفنا، ضيفنا الجديد رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية الأستاذ عماد الدين حسين. سعد الله مساك أستاذ عماد. ومن لندن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد سودان، وهنا في الاستوديو المفكر والمؤرخ دكتور كمال خلف الطويل. أحييكم ضيوفي الأعزاء، أسعد الله مساءكم. دكتور كمال، كما تذكر توقفنا في الحلقة الماضية عندما كان هناك إعلان من نائب الرئيس عمر سليمان يعلن فيه تنحي محمد حسني مبارك. اسمح لي أبدأ هذه الحلقة من هنا، ما هي العوامل بتقديرك التي أدت للوصول لهذه النقطة أو لهذه المرحلة، مرحلة أن الرئيس مبارك قرر مغادرة السلطة؟ ما هي العوامل التي أوصلت الأمور إلى هنا؟ أولا، لا يمكن كمغالبة الرغبة الشعبية العارمة بعزل حسني مبارك، وبالتالي بدرء إمكانية أن يحصل توريث لابنه جمال مبارك. هي واحد، كان الأمر وصل إلى مرحلة أصبح ما ممكن مغالبة ومكاسرة فيها الرأي الشعبي العام. الأمر الثاني أنه فقد، بحكم أنه أصبح بهذا الشكل وضعه مع شعبه، أصبح أيضا امتدادا عبء على حليفه الكوني. يعني لم يعد آسد، لم يعد كما كان رصيد، صار الآن يأخذ من الرصيد، صار الآن عبء عليه، وبالتالي لا مندوحة عن إزاحة البصر عنه. نعم، الراعي الإقليمي كان على غير وفاق مع الكوني في هذه المسألة، ولكن الراعي الإقليمي دون أن يكون له امتداد كوني، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بتم دوره مهما يكون ثقيل لكنه غير فارق. على المقلب الآخر، المحور الإقليمي الآخر كان ما يعني رامي ثقله كله ضده، يعني أقصد هنا المحور التركي القطري، كان بالمليان ضده في هذه المسألة، وكانت قناة الجزيرة أحد أهم تعبيراته الفاعلة والمفعلة في الموضوع. فإذا نحن نتحدث عن إقليميا من يريد له الفناء، بالمقابل الإقليمي الآخر نعم معه، ولكن لا يستطيع أن يعني يغالب أنه الراعي الكوني تخلى. وأول وأهم وآخر شيء هو أنه شعبه، ما هو خلاص، ما يعني الحوامل تبعه الشعبية كتير ضئيلة وكتير ضعيفة وكتير غير قابلة أن تمسك بهالنظام وتقول له مكانك ابقى. لكن هذا الصراع بين هذه القوى لم ينتهي دكتور، لكن نعم. في ملاحظة تتعلق بعدم يعني إعلان الرئيس مبارك بنفسه خطاب تنحيه، إنما تم على لسان يعني أو من أعلن ذلك هو نائب الرئيس في ذلك الوقت. كان همه تأمين عائلته وأرسلها قبله أظن أذكر إلى شرم الشيخ، وبالتالي بالنسبة له صار هو لازم يكون يؤمن نفسه أيضا قبل أنه وقال لا ونوع من الكرامة، يعني عنصر لك أنه أنا لم أفعله بنفسي إنما أحد آخر أوكل له هذا الأمر. في ظني الموضوع نفسي وعائلي أكثر منه أي شيء آخر. يعني الآن بدأت مرحلة الحكم العسكري أو مرحلة المجلس العسكري المؤقت،
الذي وعد بتطبيق خطة خريطة الطريق. ما قبل أن أنتقل إلى ضيوفي أريد أن أسألك عن شخصية المشير حسين طنطاوي، موقعه وليس فقط صفاته الشخصية الذاتية، موقعه في ذلك الوقت هل كان منقذا للثورة، حاميا للثورة، البطل الذي لم يأخذ حقه، ربما المخرج، شو كان بالضبط مشير دور المشير طنطاوي؟ عندما كان لواء غداة حرب 91، حرب تحرير الكويت ما يدعى به، رفع من رئيس هيئة عمليات إلى وزير حربية، يعني أمضى في هذا المنصب لحد تلك الهبة الشعبية العارمة 20 سنة بالتمام والكمال، 20 سنة وهو لابد في كنف حسني مبارك. وبالتالي عرف بأنه مطواع وأنه لين العريكة وأنه يعني رجل حسني مبارك في القوات المسلحة. إلا أنه إن كان للسنوات الأخيرة الهزيع الأخير من عصر أو من فترة مبارك أمر، فهي أنها أوضحت أنه نعم لابد، نعم محسوب بالنهاية على التيار المبارك الرئيس، إلا أنه كان من موقعه كقائد عام للقوات المسلحة معارض مكين وأكيد لتغول أو قفز دعنا نقول النيوليبرالية المصرية ممثلة بجمال مبارك على مقاليد الاقتصاد ومن ثم السياسة المصرية. وويكيليكس اللي شفناها كلها في النصف الأخير من عام 10 كانت دالة، كلامه وكلام يعني بمجلسه ومجالسه كيف أنه كان من حراس بقاء القوات المسلحة، هي الحصن الحصين للنظام وعدم السماح لتلك النيوليبرالية المدنية ممثلة بجم مبارك أنه تكون هي شو اسمه. فهذا علمناه بالأواخر من عهد مبارك، فهو كان بها التراوح ما بين أنه أمين على مصالح حسني مبارك ولكن غير راغب بحماية مصالح أحد غيره داخل أسرته. طيب تسمحنا نعرض ما قاله المشير طنطاوي بأننا ذكرنا دوره وموقعه، ماذا قاله المشير طنطاوي في عن القوات المسلحة في وقت الثورة؟ سنتابع ما قاله المشير ثم نكمل هذا الحوار. إحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا آراء بعضينا، والشيء المشرف إن كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب، وإحنا استلمنا المسؤولية. وأنا بكرر هذا الموقف وأنا أمين على ذلك، لأن عمرنا إحنا ما هنكون مزايدين. ولا في ذلك الوقت لم يطلب مني أنا شخصيا ولا من حد مننا في القوات المسلحة أو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يطلب أحد إن إحنا نستخدم النيران. ما حدش قال لنا استخدموا النيران، عشان ده شهادة حق وشهادة صدق ربنا هيحاسبنا عليه. عودة من جديد إلى ضيوفنا. أعود وأرحب بالدكتور محمد سودان. أسعد الله مساك أستاذ محمد. ونحن نتحدث. يريد لو صوتي أعلى شوية لو سمحت. يلا أنا أحاول أرفع من صوتي قدر ما أستطيع، وأرجو أيضا من كده. تمام كده ممتاز. طيب نحن نتحدث الآن عن مرحلة جديدة، يعني في هذه الحلقة الثالثة من تقييم ما كان يجري في مصر بعد الثورة، ما أوصل لحظة الثورة ثم بعد الثورة ثم بعد التنحي. بعد تنحي الرئيس حسني مبارك الرئيس السابق، قيل بأنه بدأت القوى الثورية أو القوى المشاركة في الثورة ترتكب أخطاء، وهذه الأخطاء كان سببها عدم وضوح رؤية ما هو أو عدم توحيد الرؤى حول المستقبل، وكان أول الأخطاء المباشرة هو مغادرة الميدان أو مغادرة الميادين. هل هذا الكلام صحيح بتقديرك أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام وضيوفك الكرام. بما لا شك فيه من الأخطاء الكبرى التي ارتكبت 25 يناير هو أولاً الثقة في المجلس العسكري للجيش المصري، هذه أول خطأ. ثاني خطأ هو ترك ميدان بدون أسس
يتفق عليها الثوار مع مجلس عسكري الذي استولى على السلطة من حسني مبارك في ذلك الوقت. فبالتالي الأمور كانت غير واضحة. الأمر الثاني لم تكن قيادة واضحة، يعني إذا سميت ثورة وأنا ما بسماش طبعا ثورة، لكن لم يكن هناك قيادة موحدة. الأمر جاء عشوائي، جاء مفاجئ لكل المصريين أعتقد، أتى مفاجئا حتى لحسني مبارك، وأتى مفاجئا إلى وزارة الداخلية، لكن لم يأتي مفاجئا للمجلس العسكري. المجلس العسكري أعتقد أنه كان يعرف كل شيء والأمور مرتبة، وخطته للاستيلاء على السلطة والبقاء على السلطة إلى أبد أبدين كان الأمر مخطط وهم عارفين بيعملوا إيه. لكن أعتقد أن احنا كنا بنثق فيهم، ودي كانت الثقة في غير مكانها. طيب أستاذ عماد الدين حسين، أيضا أخذ تقييمك لهذه المرحلة، مرحلة المجلس العسكري. بدأ القبض خلال هذه المرحلة على رموز من النظام السابق بعد تنحي مبارك مباشرة، جرى إطلاق سراح آلاف الشباب المعتقلين، إلغاء وزارة الإعلام، كثير من الإجراءات التي جرى الإعلان عن خطة الطريق، تعديلات دستورية أو وبعدين الاستفتاء عليها وإلى آخره. هل بتقديرك كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة؟ السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. مرة أخرى تحياتي لك ولضيوفك الكرام. هذه المرحلة لا يمكن النظر إليها بطريقة مثالية، بمعنى أنها مرحلة كانت تعبر عن موازين القوى الموجودة في هذا الوقت. المصريون من وجهة نظري أنجزوا ثورة عظيمة في 25 يناير، غالبية الشعب المصري نزل إلى الميادين للمطالبة بحياة، يعني بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية ودولة مدنية ديمقراطية حديثة، وكان تحدوهم الأمل والرغبة، وتصوروا يعني للأسف الشديد أنهم سيحققون ذلك في اللحظة التي سينسحب فيها حسني مبارك. وأذكر وكنت في الميدان يوم 11 فبراير، كان يوم الجمعة، الناس كلها مستبشرة وتعتقد أن كل مشاكل مصر انتهت ب تنحي حسني مبارك، ولم يكن أحد يدرك أن هناك مشاكل حقيقية كثيرة في المشهد السياسي. وهذا في هذا الوقت هذه كانت تقديرات خاطئة أستاذ عماد؟ نعم، تقديرات خاطئة، لأنه كانت هناك مشاعر نبيلة وشعبية فياضة من غالبية الناس، لكن لم تكن هناك قوة سياسية منظمة تستطيع أن تدير المشهد السياسي أولا، وتستطيع أن تكون لديها فعالية حقيقية في الانتخابات. وبالتالي النتيجة الإجمالية عندما أجريت الانتخابات النيابية في آخر 2011 وأوائل 2012، لم تكن هناك إلا قوة الجماعة المنظمة الوحيدة، كانت جماعة الإخوان ومعها بعض التيارات السلفية. أما بقية القوى السياسية كانت مبعثرة. الجريمة الكبرى التي ارتكبها حسني مبارك من وجهة نظري أنه حاصر القوى المدنية، حبسها في مقرات ولافتات وصحف فقط لا غير، في حين أنه كان يزعم أنه يحارب جماعة الإخوان المسلمين، لكنه سمح لها عمليا أن تسيطر هي والقوى السلفية على المشهد السياسي في مصر. جماعة الإخوان دخلت وخاضت انتخابات 2005 وحصلت على 5 مقاعد مجلس النواب، وكانت وسيطرت على النقابات وهيئات كثيرة جدا، وكانت لها شبكة اجتماعية هائلة تتمثل في الجمعيات الخيرية والمدارس والمستشفيات والجمعيات. وبالتالي حينما أجريت الانتخابات فإن الإخوان والسلفيين حصلوا على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، والقوى الأخرى الكثيرة معا لم هنا أريد أن أسأل أستوضح منك أستاذ عماد. نعم. حول مسألة ذكرها الأخ محمد، أنه كان جميع القوى السياسية متفاجئة، إلا أنه العسكر أو الجيش أو المجلس العسكري كان يعرف ما يجري، وبالتالي كان يخطط لذلك. في ذلك الوقت على ما نذكر أو على ما رصدنا، كان هناك ثناء كبير على المجلس العسكري من كل القوى، من الميادين المتظاهرين، وأيضا من جماعة الإخوان المسلمين في أكثر من بيان تشيد فيه بالمجلس العسكري ودوره كحامي لهذه الثورة. طبعا فيما بعد ربما كلام الأخ محمد من لندن، فيما بعد أصبح هناك نوع من الصدام بين الحركة وبين المجلس العسكري أو حتى بين العسكر بشكل عام. لكن في تلك المرحلة
هل كان المجلس العسكري هو ضمانة وحماية وحامي الثورة، أم كان هو مخرج وخطة ويعرف ما يفعل وبالتالي استعاد العسكر السلطة قبل أن تأخذ الثورة كما يقول البعض؟ أخي الكريم، أنا لن أتحدث عن النوايا، سأتحدث عن الوقائع. نعم. كل شخص يستطيع أن يفسر كما يشاء. يعني الخلاصة ما أذكره جيدا، أن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تمدح في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والشرطة، والأوصاف يعني قالها محمد مرسي كثيرا، قال عن رجال الشرطة رجال من ذهب في خطابه الأخير قبل خلعه بأيام. جماعة الإخوان المسلمين كانت هي القوة الوحيدة، لو أن في ظن الشخص لو أن الجيش أو المجلس الأعلى كان يخطط لعرقلة الأمور ما كان قد قطع أشواطا كثيرة في العملية السياسية، بمعنى أنه وافق على الاستفتاء 19 مارس، وهو من وجهة نظري استفتاء كارثي قاد إلى يعني وضع الأسس الطائفية أو المذهبية بديلا للأسس السياسية، وكان هذا الأمر للأسف الشديد بضغط من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. كانت هناك أكثر من كل المطالب التي كان ينادي بها القوى السياسية، كانت القوى السياسية تهدد بمظاهرات يوم الجمعة. المجلس العسكري كان يستجيب يوم الخميس، كان يستبق هذه المظاهرات ويستجيب. هل المجلس العسكري كان يكن الود للإخوان؟ ربما لا، لكن الوقائع على الأرض أنه كانت الجماعة تشيد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس الأعلى وافق على تنظيم الانتخابات النيابية وأجريت تحت إشرافي وإشراف الشرطة في جو مثالي جدا واحترمت نتائجها، والانتخابات الرئاسية كذلك. طيب. هذا هو الشكل. الإخوان المسلمين في ظن الشخصي النتيجة التي أستطيع أن أقولها بقلب واثق ومطمئن وغير متجاوز، الإخوان المسلمين تركت الثوار في الميادين في ميدان التحرير، تركتهم يشتبكون مع المجلس الأعلى حينا ومع القوى السياسية الأخرى حينا ومع بعضهم البعض حينا، وانصرفت وتركتهم إلى تجهيز الانتخابات، ويعني جهزوا الانتخابات وفازوا بالانتخابات، وانشغلوا فقط بالانفراد بالسلطة. طيب. سنقيم هذا فيما بعد في الحلقات المقبلة أو في القسم الثاني من الحلقة، سوف نقيم كيف صعدت حركة الإخوان المسلمين، كيف شاركت في الانتخابات، كيف ترشحت للرئاسة وغير ذلك، تقييم مرحلة الصعود بشكل كامل. لكن ما يهمني الآن هو دور المجلس العسكري في هذه اللحظة، كيف يمكن تقييمه بعد هذه السنوات وبشكل موضوعي وعلمي أيضا. هنا أريد قبل أن أعود إلى الاستوديو أن أسأل الأستاذ سودان حول البيانات التي كانت تصدر من حركة الإخوان المسلمين مدحا وثناء على المجلس العسكري في ذلك الوقت. هل كانت هذه البيانات أو هذه المواقف تعبر عن أن الجماعة لم تكن لديها تقديرات صحيحة، يعني بناء على الكلام أو الأحداث التي جرت لاحقا أو بناء على موقفك وتحليلك الآن، هل كانت تلك البيانات دليل على أن الجماعة لا تعرف ماذا كان يجري في ذلك الوقت؟ الحقيقة في البداية أنا يعني يمكن قلت لحضرتك أن أكبر خطأ الإخوان المسلمين في وغير إخوان المسلمين، كل القوى السياسية التي كانت موجودة في التحرير واللي كانت موجودة بعد ذلك، أنهم أعطوا ثقة في المجلس العسكري، يعني ثقة أنا في ظني أنها ثقة خاطئة، وأعتقد أن الجميع لم يفهم نوايا الحقيقية المجلس العسكري. المجلس العسكري وعد بأنه سيسلم السلطة للمدنيين بعد 6 أشهر، وأخذ يسوف ويجادل، والإخوان المسلمين نزلوا. أنا بس عايز يعني أعلق على ما قاله الأستاذ عماد، ان وحضرتك برضو ان الاخوان هم اللي كانوا بيمدحوا، لا الاخوان يعني اعطيني بيان واحد فيه مدح، لكن كنا نقول الحقيقه ونطالب المجلس العسكري بتنفيذ وعده الذي وعده في فبراير 2011 بتسليم سلطه المدنيين، لكن اخذ يجادل ويسوف وهناك الكثير من الاجتماعات والجلسات، وفي النهايه تحت ضغط شديد ومليونيات شديده من كل القوى السياسية أجبر المجلس العسكري أنه يعني يقيم الانتخابات الرئاسية، لكن في حقيقة الأمر أنه يعني ما كان عنده نية أبدا أنه يعمل انتخابات، وهذه انتخابات كان يعتمد فيها على أن من سيأتي هو الفريق أحمد شفيق
وليس دكتور محمد مرسي. طب هنا استاذ سودان اسمح لي نعرض ما قاله المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع فيما يتعلق بدور المجلس العسكري أو رأيه في المجلس العسكري في ذلك الوقت. نتابع ماذا قال. نشكر هذا الجيش الذي وقف الآن يحميكم ويحمينا وبذل جهد وحاول امبارح الوقيعة بيني وبينه وبسرعة الحمد لله أخمدنا نار هذه الفتنة هذه الوقيعة بكلمة واحدة طلعتها أنا بالليل، لأنه مش ممكن أبدا حد يتقول علي كلام على جيش مصر. أنا أتحدث عن شعب مصر أنه خير أجناد أهل الأرض، ولما كان عندنا قيادات سياسية فاسدة راحوا هم محولينها الصحفيين اللي في عيونهم مرض وفي قلوبهم مرض، اللي أنا بتكلم على قيادات الجيش. هذا لم يحدث والمقال موجود والكذب مفضوح والحق أبلج والباطل لجلج. اللي بيتريقوا على الكلمات دي كلمات عربية أصيلة تعني أن الحق أبلج، يعني واضح أبيض، والباطل لجلج مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. جيشنا حمى مصر وقت الحرب وحمى مصر وشعبها وقت السلام. طيب أخذ رأيك دكتور في دقيقة قبل الفاصل وبعدها نكمل مباشرة، لكن بشكل تعليق سريع كيف كانت المواقف تبنى في ذلك الوقت؟ قراءتي أن الجيش المصري أو بالأحرى المجلس العسكري الممثل طبعا للجيش رأى أنه ليس هناك من قوة سياسية منظمة في الشارع المصري إلا جماعة الإخوان المسلمين، وأنه بالتالي ما عليه إلا أن يسلم يعني بذلك. إذا مش يسلم على الأقل يتجانس مع أو يتساوق مع هذا الوضع، هاي من جهة. ومن جهة أخرى هو أيضا مد لهم حبال الصبر على أساس أنه هذا الحبل ممكن يصير حبل مشنقة بعدين، وهذا ما حصل. يعني بمعنى أرخى لهم الحبل إلى أن وصلوا إلى ما اعتقدوا أنهم تمكنوا به ومكنوا، ولكن كان ذلك يعني جبلا من رمل لا أكثر ولا أقل. فهو ما شاهم بانتظار وصول جودو المنتظر وحصل بعد عام. طيب دكتور سنكمل في هذا، وخاصة أنه الكثير من الآراء ومنها يمكن ضيفي في لندن وآخرين كثر اعتبروا أنه المجلس العسكري كان يريد الاحتفاظ في السلطة في ذلك الوقت. ما مدى إمكانية ذلك أو يعني واقعية مثل هذه الاتهامات المجلس العسكري؟ لكن اسمح لي أن أذهب إلى فاصل موجز للأخبار، بعده نكمل في قواعد الاشتباك، ابقوا معنا. تحية من جديد مشاهدينا في القسم الثاني من قواعد الاشتباك التي نراجع فيها ثورة المصرية، ثورة 25 من يناير. في هذه المرحلة هي مرحلة انتقال السلطة، المجلس العسكري المؤقت الذي أشرف على خريطة طريق أفضت في نهاية المطاف إلى تسليم السلطة إلى سلطة مدنية. دكتور كمال، السؤال المركزي الآن أثاره أيضا أحد ضيوفنا، وهو نوايا المجلس العسكري في تلك المرحلة. هل فعلا الاتهامات التي وجهت المجلس العسكري بأنه يريد البقاء في السلطة أو حتى إطالة المرحلة الانتقالية هي رؤية أو اتهامات في محلها؟ لا، هم شوف يعني هم كانوا عمليين، دعنا نقول بالقول لنفسهم براغماتيين، يعني أننا لا نستطيع أن نمسك بالسلطة ونبقى بها كما كان، أنه عواد ما في حسني مبارك في 25 حسني مبارك، هذا استحالة. بداية الوقت ما كانوا قادرين على أن يندفعوا فورا هيك يعني 1-2-3 ويسلموا السلطة للقوة الشعبية الأكبر أو القوة المنظمة الشعبية الأكبر اللي هي الإخوان المسلمين. ففي بروسيس حاولوا يخلقوه من خلاله بصير انتقال نوعا ما هادئ، مسلمين بحقيقة أنه الشارع في استحواذ نسبي عليه من قبل جماعة الإخوان وبعدهم السلفيين، ولكن يريدون ضمانات بهالبروسيس، يريدون ضمانات تكفل للمجلس العسكري سلطة الاعتراض، سلطة الإعاقة، سلطة أيضا القرار جزئيا على الأقل بالمشاركة مع من يأتي بالانتخابات. لكن وهذا فعلا حصل، إذا بتذكر من مارس ذكرنا تعديلات دستورية التي أظن ألمح إليها أحد الإخوة، أي نعم، وسائروا فيها الأستاذ طارق البشري واللجنة اللي عملت نوع من يعني نوع من إطفاء الطابع الإسلامي على الدستور المصري
ومشوا بها الموضوع إلى نوفمبر. بنوفمبر أعتقد أنه ممكن فوجئوا بحجم التصويت. أول شيء كان كبير، 72% من القابلي الاقتراع أو الانتخاب يعني اقترعوا انتخبوا، هذا عدد كبير. من هؤلاء 45% إخوان، هذا يمكن قدروا حق قدره أنه هن متوقعين هيك شيء، أما أعتقد فوجئوا ب 25% فوق هذا للسلفيين. فانتهيت أنت بجسم إسلام سياسي ب 70% من يعني حجم اقتراع كبيرة، يعني شيء أوزان يعني، عارف كيف. من هنا ابتدى يعني يصير في نوع من التربص أعتقد عند العسكر أو عند المجلس العسكري أكثر مما كان عليه الحال يعني في الشهور التي سبقت. حاولوا في ذلك الوقت الانتظار، يعني أرادوا يعني هذا خلاهم فعلا يعني استثيرت عندهم نزعة أنه واو دعنا نكون أكثر حذرا. ومن هنا مشوا لموضوع انتخابات الرئاسة على مهلهم شوي، يعني أتاحوا مجال زمني أكثر برجعوا بقول موضوع الضمانات، ما الذي يكفل للقوات المسلحة أن تبقى هي الرابوس الرقيب البصير مش عارف إيش على عنق أي أحد. في ظني هنا أخطأ الإخوان، بس هذا كلام إذا بتحب نجله بعد شوي، يعني هنا وقع الإخوان في خطيئة الظن أنه لقد حانت أو سنحت الفرصة، ولا دعنا نهتبلها الآن وبكل الكم والنوع فيها، ماذا وإلا راحت. رغم أنه صار في نصائح من يعني من أصدقاء لجماعة الإخوان يعني مثل الرئيس أردوغان أو حتى خالد مشعل، استدرجوا لأن يظنوا أنهم مالكو الملكوت، وبعدين الحبل الذي أعطي لهم كان الغرض أن يشنقوا أنفسهم به. طب قبل أن ننتقل هاي النقطة تحديدا أريد أن أسأل فيها من القاهرة الأستاذ عماد الدين، لكن قبل ذلك لدي بعض الاستفسارات دكتور. نعم. حول موضوع عدم خروج الرئيس مبارك إلى خارج البلاد، يعني هل كان بقرار منه بتقديرك أم عدم استطاعة؟ يعني هو بنهاية المطاف نكون صريحين وواضحين، يعني هو يعلم علم اليقين أنه من العسير إيصال المسائل معه إلى نهايات غير محمودة، ممكن يصير يعني تفضيح هنا وهناك ومش عارف إيش، وهو على فكرة من النوع يعني مش قوي، يعني معلش أنا أرجو أن أسامح على هالكلمة، يعني هو مش هالإنسان اللي يعني العزة والكرامة عنده بالصيغة اللي كانت عند عبد الناصر ولا حتى عند أنور السادات، لا يعني قريبه. وكان عنده هو أيضا قناعة أنه هناك قوى أقليمية عربية لن تدعه يقع على الأرض بالكامل، وهذا ما حصل فعلا. تجرف سيرة المحاكمة تبعه أما المضحك يعني أنه الحزب الوطني ما استطاع حماية مبارك، أيضا من كان حوله الأدوار التي لعبوها من كان حول الرئيس حسني مبارك من رجالات سواء كان رجالات حزبية أو سياسية رجالات مالهم، يعني ما استطاعوا أن يلعبوا أدوار في مثل هذه الأزمة أم استطاعوا؟ يعني اللي حاول أن يعني يجد مخرج ما حقيقة هو عمر سليمان، ولكن عمر سليمان عانى من شيء غامض إلى الآن، ما حدا أنا سبق وأشرت له على فكرة بحلقة ما، أنه لا أحد يعلم ليش كسرت عصاته من قبل المجلس العسكري. يعني كأنه كان في إحساس طاغي بأنه لست أنت الذي سيكون مخلص البشارة، لست أنت. لاحظ أنت المباحثات اللي دارت بينه وبين القوى السياسية ما نجحت. لاحظ أيضا أنه هو الذي أقصر على أن يكون اللي يقرأ البيان ومن بعده باي باي، ولما حاول أن يعود بعد حين بترت ساقه من المسألة، ولا لا نذكر الشيء منع من الترشح. صحيح. لأقوله قصة أنه أنت مثلك مثل خيرة الشاطر وبالتالي بالباي باي أنتوا اثنين. شو تفسير ذلك دكتور؟ أعتقد أنه المجلس العسكري يريد أن يكون هو بمن فيه بمن يختاروه من بينهم رجل المرحلة التي تلي، وليس أحد آت من دياجير نظام مبارك. أستاذ عماد الدين رأيك؟ يعني هذا موضوع شديد الالتباس، لأنه قيل الكثير فيما يتعلق بدور عمر سليمان من أول محاولة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها في روكسي نهاية بوفاته. هناك غموض شديد جدا يلف الأمر، لدرجة أن البعض حتى هذه اللحظة يعتقد أنه ما زال حيا يرزق من أول أنه موجود في سوريا ومرة أنه موجود في أمريكا. فموضوع لا أستطيع أن أفتي فيه بمعلومات بعيد عن ما يتردد من ظنون. النقطة الجوهرية، هل المجلس هو من أفشل الإخوان أو يعني في هذه الفترة المجلس العسكري كانت مواقفه ومعظمها ظن الشخصي أقرب إلى رد الفعل وليس الفعل، لأنه كما قال
الدكتور كمال خلف، بالفعل بعد الانتخابات حصل هناك أمر واقع حقيقي، وهو أن جماعة الإخوان صعدت الحكم وبدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعامل معها بطريقة عملية. كان يمكن للمجلس العسكري من البداية، وهذا للتوضيح، أن يلجأ إلى سيناريوهات كثيرة جدا على غرار ما حدث في اليمن، في ليبيا، في سوريا. كان يمكنه ببساطة شديدة جدا أن يقاوم فكرة تنحي مبارك ولا يصل بالأمور إلى إخراجه من السلطة. سيقول البعض بطبيعة الحال أنه أخرج مبارك حتى يستولي هو على السلطة، لكنه لم يفعل. كان بإمكانه أن يعطل أو يلجأ إلى الطريقة الطبيعية التي كانت تلجأ إليها الحكومات في الانتخابات البرلمانية ويحد من فوز الإخوان والسلفيين، لكنه أيضا لم يفعل. كان بإمكانه أن يمنع فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية وأيضا لم يفعل، سيقول البعض، لكنه أجبر على ذلك. أظن أن الأمر مختلف تماما. إذا كان المجلس العسكري يريد العبث بهذه المراحل كلها، كان في إمكانه على الأقل أن يعرقل هذا الأمر، وكانت الأجواء مهيئة، لأن الساحة بدأت تكتشف أن الأمور ليست بالمثالية التي كان يظنها، خصوصا فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي دخلت في خلافات كثيرة جدا مع قوى سياسية كانت تظن أنها حليفة لها، ثم اختلفوا في الانتخابات، خصوصا هناك واقعة مهمة للغاية، كان هناك تحالف يفترض أن يتم بين جماعة الإخوان وقوى سياسية. ظلت جماعة الإخوان يعني تراوغ هذه القوى لفترات طويلة جدا، ومنهم بالمناسبة تيار الكرامة الذي كان يقوده حمدين صباحي، إلى أن فرضوا عليهم في اليوم الأخير أن يدخلوا بعدد قليل جدا وفي مراكز متأخرة وبطريقة مزلة ومهينة، رتبت عليها مشاكل لاحقة بين التيارين وبين الفرقاء. ما أريد أن أقوله أن يعني الإعاز أو الإيهام بأن هناك ملائكة وشياطين في هذه المرحلة لم يكن صحيحا. ظني الشخصي أن يعني ما أتفق إلى حد كبير مع ما قاله الدكتور كمال خلف، أن يعني هناك حبل ربما مد لجماعة الإخوان، لكن هم الذين صنعوه وليس أحد آخر، بمعنى بسيط للغاية. إذا كانت الجماعة قد يعني أعطيت حد أدنى من الرشادة السياسية والفهم السياسي، ما كانت الأمور قد وصلت بالمرة إلى ما وصلت إليه مصر لاحقا، بمعنى أنها كان يمكنها أن تعطي إشارة للقوى السياسية المختلفة أنها تريد أن تكون جزءا من مصر وليست كل مصر. نتذكر جميعا أن المشكلة الحقيقية لجماعة الحزب النور السلفي، أول من أطلق مفهوم الأخوانة والتكويش كان حزب النور على جماعة الإخوان، وهم الحليف الأكبر والأوثق في التيار السياسي. طيب هنا أستاذ عماد، كانت هناك أخطاء كثيرة جدا في الساحة السياسية. حتى ظن الشخصي أن جماعة الإخوان كانت تتحمل الجزء الأكبر منه. اسمح لي أخرج شوي من تفاصيل المشهد العام. هنا في هذه المرحلة نحن أمام يمكن تقسيمها إلى مرحلتين في الخطاب الشعبي والخطاب السياسي. كانت المرحلة الأولى تعتبر المجلس العسكري منقذ الثورة، حامي الثورة، حامي المتظاهرين، ويجب الوقوف معه وخلفه ومن أجل تحقيق مطالب هذه الثورة. في هذه الوقت كما تذكر صدر أكثر من بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحدث عن حرية التظاهر، عدم المساس بالمتظاهرين إلى آخره. ومرحلة أخرى بدأ فيها التظاهر يقول للمجلس العسكري يجب أن تنتقل السلطة إلى سلطة مدنية أو إلى مرحلة مدنية. ما هو السبب؟ ما هي الأسباب في تحول الخطاب من المرحلة الأولى إلى الثانية بتقديرك أستاذ عماد الدين؟ في النهاية بطبيعة الحال الميدان كانت هناك يعني تحركات ميدانية حقيقية. كانت جماعة الإخوان المسلمين لجأت إلى لعبة في منتهى الذكاء، لا تصطدم مباشرة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكنها تصدر القوى السياسية الأخرى، خصوصا ما أطلق عليهم الناشطين أو شباب الثورة أو المتمردين أو القوى الاشتراكيين الثوريين، وقوى كثيرة جدا جلست في الميدان واشتبكت يعني مع القوات المسلحة والمجلس الأعلى في مواقع كثيرة، أبرزها بطبيعة الحال موقعتي محمد محمود ومجلس الوزراء، وحدثت هناك وفيات ودماء كثيرة أريقت، ولم تكن جماعة الإخوان موجودة بالمرة في هذه المشاهد. كانت تمارس عملها على أرض الواقع وفي القرى والنجوع والمراكز الانتخابية استعدادا للانتخابات، وجعلت هذه القوى السياسية تصطدم
بالقوات المسلحة بحيث تكون القوى الوحيدة الموجودة المتحكمة في المشهد كانت هي جماعة الإخوان، وأظن أنها لعبتها بمنتهى الدهاء والمراوغة. نعم. لكنها كشفت من قبل حلفائها في النهاية. القوات المسلحة والمجلس على القوات المسلحة أظن أنه لجأ إلى فكرة تطويل المدة الانتخابية حتى يتبين أو يتبصر من يعني ما هي المرحلة القادمة أو الخطوة القادمة إلى أن أجريت الانتخابات. هل هناك هندسة انتخابية جرت؟ يعني هذا أمر أيضا يطول الجدل بشأنه. طيب. خصوصا فيما يتعلق باستبعاد من خيرة الشاطر أو محمد عمر سليمان. إيه. لكن في النهاية تم ما تم، وخرج المصريون وانتخبوا بطريقتهم، ووافق المجلس على القوات المسلحة على النتيجة. لمن يتذكر أن المجلس على كان هناك أكثر من احتفال لتسليم محمد مرسي السلطة، احتفال في جامعة القاهرة، احتفال في ميدان التحرير، احتفال في المجلس على القوات المسلحة. طيب. اسمح لي نتوقف هنا أستاذ محمد لأسأل أستاذ عماد الدين، لأسأل محمد سودان، أستاذ محمد سودان في لندن، حول هذه المرحلة بالذات. كثير من الانتقادات أو الدراسات كتبت عن هذه المرحلة وتحديدا في أداء جماعة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة. ربما لخص المشهد دكتور كمال هنا في القول أنه جماعة الإخوان كان لديهم المدى الذي يتحركون فيه، كان لديهم القوة أو القدرة على ترجمة وزنهم في الشارع، ولكنهم لم يحسنوا استخدام ذلك. خليني أولا أذكر حضرتك أن من التاريخ يعني منذ 52 حتى الآن يحاكي أن هناك صدام دائم ما بين العسكر وبين جماعة الإخوان المسلمين على مدى سنوات منذ 52 حتى هذه اللحظة. الإخوان المسلمين لهم تجارب عسيرة الحقيقة مع عسكر مصر. أذكر فقط بما صرحت به آن باترسون منذ يومين فقط في المؤتمر الذي أجرته، وقالت أن الجيش هو الذي أخرج حسني مبارك من السلطة، والجيش هو الذي أخرج محمد مرسي من السلطة، والجيش يمكن أن يخرجك أنت عبد الفتاح السيسي من السلطة. إذن المتحكم في هذه الأمور كلها هو العسكر أو الجيش الذي أعتقد أنه لكن بقيادة أنت وشرطة. أنت موافق على هذه المقولة يا أستاذ محمد واقعية؟ تماما وما زلت أصر أن العسكر استولوا على السلطة من حسني مبارك في 2011 بدعم شعبي، لأن كل الناس توقين للحرية وتوقين لأنهم يحصل على الديمقراطية وأن ينهوا هذه الحقبة من الاستبدادية لحسني مبارك الذي دامت 30 سنة. الأمر الآخر الحقيقة إن ملحوظة بس مهمة، إن الأستاذ عماد بيقول إن السلفيين كانوا خلفاء للإخوان المسلمين. الحقيقة السلفيين في 25 يناير، وذاك الأستاذ عماد، إنهم قالوا نصا الخروج على الحاكم حرام والنزول إلى الشارع حرام، لكن الحقيقة في غضون أسبوعين ومرة واحدة كده فوجئنا إن هم حتى دخول الانتخابات حرام، انقلبوا 180 درجة وبقى الخروج على الحاكم ماشي الحال والدخول الانتخابات ماشي الحال. يعني الحقيقة تغيير غريب جدا أنا شخصيا لا أفهمه حتى هذه اللحظة. ثم تأييدهم لعبد الفتاح السيسي المتواصل ووقوفهم أمام رئيس مرسي، ويعني الحقيقة أمور يعني عليها علامة استفهام. طيب. الأمر الثاني مسألة إن الإخوان خرجوا من الميدان، كل الناس خرجت 18 فبراير 11 فبراير كل الناس خرجت من الميدان. يعني الإخوان هم اللي حموا كما قال أحمد شفيق ومصطفى الفقي وغيره، إن الإخوان هم الذين حموا الثورة في أكثر من موقف. أما الجيش هو الذي قتل الثوار، يعني ابتداء من 29 يناير الرصاص بدأ يعني بالقناصة، يعني هؤلاء كلهم تابعين للقوات المسلحة، الدماء 843 واحد قتلوا برصاص القوات المسلحة، ست بنات الداس عليها بقدم وبيادة ضابط بالقوات المسلحة من الشرطة، لأن الشرطة اختفت تماما الساعة 4 العصر يوم 28 يناير. إذن
الذي قتل الثوار يعني كذبا كما قال الطنطاوي، لا، اللي قتل كل الثوار في كل ما، لكن كان في بيانات أستاذ محمد في ذلك الوقت من المجلس العسكري شرحت فيه ما كان يجري في الميادين في موضوع مسبير، وأيضا تظاهرات أو أحداث محمد محمود. كل هذا حتى القوى السياسية الثورية برأت المجلس العسكري من التهم التي تقولها الآن في ذلك يعني الوقت. قتل المسيحيين أمام مسبيرو، يعني الأمور كلها كانت واضحة. قتل في محمد محمود اللي قتل الجيش، اللي قتل الثوار، لأن بقول الأستاذ عماد أن الإخوان سابوهم. طب مين اللي قتلهم؟ ما الجيش اللي قتلهم، يعني الجيش، ضباط الجيش وجنوده هم اللي ألا تعتقد أستاذ محمد الوزراء وغيره ألا تعتقد وجنود القوات المسلحة؟ تفضل أستاذ عماد. لحظة أستاذ عماد. تفضل. آخر كلام، يعني للأسف الشديد هناك مجموعة من يعني مش عارف أوصفها بيه في كلام المتحدث الفاضل، قال مجموعة غريبة جدا، يعني سأقول لك بسرعة. من أول آن باترسون كان معروف تماما أنها السفيرة الأمريكية في القاهرة التي جاءت وكانت مهندسة انتقال جماعة الإخوان إلى السلطة، بغض النظر الإخوان دخلوا السلطة عبر الانتخابات أو غير ذلك. ونتذكر زيارة ماكين لمجلس الإرشاد جون ماكين، ونتذكر موقف أوباما. ليس كان هناك اتجاه امريكي واضح لي، ليس فقط مع جماعه الاخوان ولكن مع الاسلام السياسي في المنطقه والكوان. فبالتالي الاستشهاد بآن باترسون وكانها يعني خبيره الشؤون الدوليه المعتمده امر غريب تماما، لكن طبيعي جدا طبعا ان احد قيادين الاخوان يقولوا هذا الكلام. المتحدث الفاضل بيقول ان هو كل الناس خرجوا من الميدان بعد 11 فبراير، مش صحيح. جماعة الإخوان فقط التي خرجت، لكن القوى كثيرة جدا ظلت موجودة في الميدان، وكانت أغلقت الميدان لشهور طويلة جدا، بحيث أن عدد كبير جدا من المواطنين يعني كفروا بالثورة، وبعضهم تم يعني اقتيد لكي يحارب الثورة ويشتبك في اشتباكات عباسية مع الشرطة. أحداث محمد محمود كانت مع الشرطة المصرية سيد الفاضل، وليس مع القوات المسلحة. الذين السلفيين فعلا قالوا السياسة حرام والخروج على الحاكم وفقه المتغلب، نعم، لكنهم دخلوا الانتخابات وفازوا بثلاثة ب 25% تقريبا او 23%، ودخلوا البرلمان معكم وكانوا ينسقون معكم وكانوا الوقوف لتحية العلم، واعتبروه اعتبروا ذلك. في كمان توضيحات استاذ عماد. نعم، هم فقط بعد 3 يوليو انقسم السلفيون، جزء منهم ظل مع الشعب الذي سار على جماعة الإخوان، والجزء الأكبر ذهب معكم يحارب معكم ويفجر، وذهب موجود في سيناء الآن أو ذهب إلى سوريا والعراق. وبالتالي لابد أن تكون الحقائق واضحة. دراسة أهمية النقاش في هذا الأمر ليست لتبادل الاتهامات ومن كان على صواب ومن كان على خطأ، ولكن لي فهم التاريخ. تمام، تقييم هذا هو هدفنا أستاذ عماد. تقييم كبيرا في ثورة نبيلة أوصلتنا إلى هو تقييم هو تقييم ومراجعة السياسة التام لجماعة الإخوان. الهدف هو تقييم ومراجعة تلك الفترة بشكل موضوعي. وهنا أريد أن أسأل أستاذ سودان قبل أن أعود إلى الاستوديو، ألا تعتقد أستاذ سودان أنه خلال هذه الفترة أو خلال كل الفترات أخطأت الجماعة في خطابها فيما يتعلق بالجيش؟ أنه الجيش المصري، الجيش العربي أو الجيش العربي المصري لديه مكانة وجدانية لدى المصريين، لديه مكانة وجدانية أيضا أو في وجدان العرب بشكل عام، لأسباب تاريخية عديدة في قدسية لهذا الجيش. ألا تعتقد أنه الجماعة أخطأت في خطابها، وأن المرشد محمد بديع أو حتى القادة الحركة عندما كانوا يمدحون الجيش أو حتى عندما كانوا يتحدثون بشكل إيجابي عن الجيش كانوا في ذلك الوقت يقومون بما هو صواب، وفيما بعد أصبحت الجماعة ترتكب أخطاء بهجومها على الجيش؟ في شيء شعبي تجاه هذه القوات المسلحة الحركة لا تقدره، هل هذا كلامي صحيح أو لا؟ يعني شوف حضرتك، أولا لابد من التفريق ما بين الجيش وما بين المجلس العسكري. الجيش المصري يمكن حال تعرف أنه أكثر من 70% منه مجندين، ضباط احتياط وجنود فترة إلزامية بيقضوها
في حياتي. الجيش المصري هو ابني وابن اخويا هو ده الجيش المصري. اما نتكلم على القيادات اللي اصلا لها مخططات، وانا ما زلت مصر ان المخطط هو الاستيلاء على السلطه والبقاء في السلطه، زي ما احنا شايفين كده عبد الفتاح السيسي قاعد مش عايز يمشي، وزي حسني مبارك برضو قاعد مش عايز يمشي، وعبد الناصر قاعد مش عايز. هي دي القاعده العامه لضباط القوات المسلحه في امتلاك السلطه في مصر. لم يرتضوا يعني ليس يعني خطاب الجماعه لم يكن يعني بمراجعة الآن، لا ليس خطأ أن الجماعة اتخذت هذا الخطاب تجاه الجيش. لا أنا الجيش، ما أنا بقول لحضرتك الجيش ولادي وولادي أخواتي هو ده الجيش. أنا بتكلم على الفارق ما بين قيادات الجيش، ولا سيما أنا بتكلم بالتحديد على المجلس العسكري. مسألة إن يكون هناك نوع من الخطاب اللي ما فيهوش مداهنة، ولكن في نوع من أنواع الهدنة مع العسكر، لان زي ما اقول حضرتك ان هناك صراع كبير جدا له تاريخ من 52 حتى هذه اللحظه. تمام. ما بين الاخوان المسلمين وما بين العسكر. فبالتالي نقدر نسميها فتره هدنه، فتره حسن ظن. وانا الحقيقه برجع وبقول ان اكبر خطا ارتكبه الاخوان المسلمون في ذلك الوقت هو حسن ظنهم بهؤلاء العسكر حتى هذه اللحظه. طيب يعني هنا اسمح لي ان اعود الى الاستوديو. طيب دكتور كمال، اريد ان اخذ رايك بهذا النقاش. اولا، هل خطاب الجماعه تجاه الجيش كان خطا ام صوابا؟ الكلام الايجابي كان سوء تقدير كما قال الاخ سويدان، في وجهه نظر تقول انه لا، الخطاب الايجابي تجاه الجيش كان هو الصواب، فيما بعد اصبح خطاب خاطئ. تسمح لي راجع بعجاله بعناصر محدده اين ارى أخطأ. انه تاريخيا يعني بالتقييم اين اخطاوا وانزلقوا الى محلات في رايي لم تفيدهم بل اضرت بهم وافادت خصومهم. مثلا بتشوف انت بالخلفيه عن مكتب الارشاد الذي كان متولي امر الجماعه في ذاك الوقت، في تلك النزعه القطبيه. شو يعني القطبيه؟ أنا لا أريد الدخول بلجاجة سيد قطب ومن وكيف إلى آخر، لكن ما أقصده ذاك المفهوم النفيوي للآخر أو اللا اكتراثي أو الليك يعني مثلا خطاب الافتتاح تبع الدكتور مرسي كان الستينات وما أدراك. طب استحضار هذا الكلام مشان مين وعشان إيش؟ كان في جدل كبير، وكأنك أنت تحك وتسعى إلى الصدام مع شرائح قد تكون يعني تريد أن تطوي صفحة أو على الأقل أن لا تعود لي الاحتراب حولها. طيب الأمر الثاني مثلا يعني بدي أحكي شغلة هيك على سبيل المثال، يعني جلال هريدي يعطى وسام مش عارف إيش في أكتوبر، ذكرى حرب أكتوبر يعني، ويعاد إنعاش اسم أنور السادات وجيت تعالي يا جيهان، يعني حركات كده يعني يعني أرعى شوية على رأي الإخوة المصريين. مثال آخر دي أذكره أنا بعتقد كثير مهم. تفضل. طب أنتم 80 سنة لذاك الوقت يعني، وأنا أتكلم من دون أي انحياز ضدهم بأمانة، لا والله ولا طبعا أكيد مش معهم، أنا خصم سياسي بالنهاية إلون. أعتبر نفسي على الأقل، ويمكن هن يعتبروني، لكن انتوا يعني لم تعدوا انفسكم الاعداد الجاد لتولي مقاليد حكم بالمعنى الجدي للكلمه. هلا مشاركه في الحكم افهم، انه مطلين على المشهد نواب مجلس الشعب ولكم اغلبيه حتى اورايت، اما انه تمسك رئاسه الجمهوريه ووزاره واغلبيه برلمانيه وخلاص يعني سداح مداح صعب شوي. ما فيش عندهم ذاك الكادر النوعي المهم برسم سياسات اقتصادية اجتماعية، بتبني نهج معروف. أنت بتشوف تقريبا تبنوا وصفات مجلس صندوق النقد الدولي، عادوا إلى المدرسة النيوليبرالية أو شيء من هذا القبيل في تناول هذه المسائل، وأنا في ظني أنه هذا ما بيخليهم يفرقوا كتير عن غيرهم من هؤلاء المناهج. الأمر الثالث والمهم أنا في رأيي هون موضوع التسرع، في يقيني أنه هم يعني انجروا بمفهوم انه اما وقد لاحت فدعنا نهتبلها والا اعتبروها لحظه تاريخيه. فرئاسة الجمهورية انا في تقديري كانت قفزه الى المجهول، مبكره وقفزه الى المجهول. الامر اللي بدي اذكره هذا اعتقد كثير مهم ان نلحظه. لما قرأوا المشهد الاقليمي والدولي بالفتره ما بين نوفمبر 11 ومارس او
جون آسف يعني حزيران 12 لم يلحظوا أنه في حاملين عادة بيكونوا إقليمي ودولي. طب أنت شوف المشهد الإقليمي، لديهم عون في التحالف التركي القطري شيك صحيح، لكن أمام خصم لدود وهو السعودي الأماراتي، والسعودي الأماراتي مستند إلى من؟ إلى حامل كوني أيضا، من هو؟ لا مش كل الولايات المتحدة، الدولة دولة الأمن القومي في الولايات المتحدة أمام يعني أو بالأحرى دكتور هنا مؤسسة الأمن القومي. الولايات المتحدة كانت تنظر لصعود الإخوان على أنه مسألة مسلم فيها. شو الأساس المشعر عند الدولة دولة الأمن القومي أو صرح الأمن القومي في أمريكا؟ إيش هو؟ أمن إسرائيل. أمن إسرائيل أمن إسرائيل إذا بتذكر أنت من الـ11 صعودا وسيناء ملعب للجهادية السلفية صحيح أم لا؟ صحيح صحيح. البنتاغون في وقت ما بين على يعني مفصل 2012-2013 قدر أن المسائل تتفلت في سيناء لحد أن تكون شوكة تماما في خاصرة إسرائيل. فمن هنا جرى نوع من شد إيش بيقولوا الكابح للسرعات أو هذا، والقول للجناح الذي يريد للإخوان فرصة ولو حتى حرقوا نفسهم فيها ممكن بكفي. ومن هون تشاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي كان الذي أعطى الضوء الأصفر على الأقل أصفر إذا مو برتقالي بل أحمر بل عفوا أخضر للجنرال سيسي أنه امضي قيس في الوقت الذي كانت في دوائر في السلطة الأمريكية إدارة أوباما تعتقد أنه لا لازم يتم فيه، ومنهم آن باترسون ذكرت الآن من الأخ عماد أنه لا الفرصة لازم يعني تستمر لعل وعسى أنه نقدر بعدين من خلال الإخوان. صور في ذلك الفترة دكتور بأنه بس لكمل بس دوائر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ايه؟ كان لديها تقديرات أنه الجماعة لن تنجح. شوف هن راهنوا على الأشياء التالية، أنه إذا أتحنا فرصة لهم الإخوان يعني alright ممكن يكونوا سند لنا بإيش بديليفرينج بأنه يوضبوا لنا الموضوع الفلسطيني تماما. مين بيقدر يقول الإخوان أنتم مفرطين بفلسطين ولديهم أيضا امتداد فلسطيني بحماس مثلا يعني صحيح. فكان هناك رهان أنه على هؤلاء يستطيعوا أن يروضوا ويدجنوا الملف الفلسطيني. أمر الثاني وهذا كتير مهم، أعتقدوا أن الإخوان إن تمكنوا من دولة مركزية رئيسة كمصر أنهم يستطيعوا أن يكونوا مش بيدق حليف في المعركة ضد الشيعة مرمزين بإيران عارف كيف. وهون هذا من هون كان دواعي البعض للانتظار ما كان إلى أن يحصلوا على فرصة. ما كان لديهم تقديرات بأنه الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر يعني أن المنطقة العربية سوف تستلهم هذه التجربة، بمعنى أنه مصر كدولة كبيرة لها تأثير إذا وصل الإخوان فيها هذا يعني أنه المشروع سوف يتوسع في المنطقة العربية. تسمح لي أسمع جوابك بعد فاصل. بعد فاصل مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود. تحية من جديد مشاهدينا في قواعد الاشتباك وفي القسم الأخير منه. تفضل دكتور. سؤال مرة أخرى معلش. كان يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية كيف كانت تنظر إلى يعني الموقف الأمريكي من موضوع ما يعني ما يجري بعد تحول الموقف في مصر إلى المجلس العسكري وما بعده كان ينطلق من أنه رأيت في تيار غلاب داخل الإدارة الأمريكية بيقول الفرصة يجب أن تسنح نجرب دعنا نجرب موضوع الإخوان حكما في مصر في بلد رئيس كمصر علّه هالشي واحد من جهة يؤنسن المقاومات الحركات المقاومة الفلسطينية بمعنى الأمريكي لكلمة يؤنسن يعني أنه يجعلهم دوميستيك يتطوعوا لأنه يعني يطوعوا لأن يصبحوا عنصر في تسوية مع مرضي عنا أمريكيا، وأنه أيضا بتكون دولة رئيسة يعني محورية في وجه إيران الشيعية في المنطقة تلك الدولة الإسلامية السنية الكبيرة مقابل أو قبالة الشيعية الكبيرة. ومن هون كان موضوع أنه دعهم خلي شوية وقت. من هؤلاء كان هيلاري كلينتون، من هؤلاء كان سامانثا باورز، من يعني ومنهم طبعا آن باترسون. وكان الجناح الصقوري داخل الإدارة ممثلا بالبنتاغون وغيره ساكتين على الأمر تاركينه. أخذوا حذرهم بعض الشيء من مقتل أو مسرع السفير الأمريكي في بنغازي
في ليبيا. ولكن ايضا يعني تركوا المسائل اورايت، خلي هالمسائل، خلي هالوضع القائم يمشي. ما جرى من كما قلت من مفصل 12-13 من تصاعد عمليات سيناء، شو اسمه كان التنظيم اسم تبع داعش فرعهم بسيناء، ولاية سيناء، وتنظيم القاعدة أيضا كان له امتداد هناك، ونوع من الجغرافية ملعب لهم كانت شبه الجزيرة في سيناء، هذا اللي خلى أنه البنتاغون يقول لا كفى إلى هون وكفى. فعندما تلقى نذر أنه المجلس العسكري يريد أمرا، يريد تغيرا أو تغييرا، تشابك الأمران مع هذا. يعني نحن سبقنا الأحداث تقريبا، ولكن مفيد أنه أشرنا لهذا الموضوع. اسمح لي نبقى في موضوع في مرحلة المجلس العسكري وبداية صعود الإخوان. هنا أسأل الأستاذ عماد الدين، هل المجلس العسكري حاول خلال فترة وجوده وضع عراقيل محاولا أو حاول أو كان في محاولات جدية لوضع عراقيل كما كتب البعض كما قال التقارير في ذلك الوقت لفرملة الصعود الإسلامي في مصر؟ هل فعلا كان يرى أن الإخوان سوف يكونون في السلطة ولذلك في الفترة الانتقالية حاول أن يفرمل أو يخفف من هذه الاندفاع؟ هل هذا جرى؟ أخي الكريم، أظن أنني كنت معايشا لهذه الفترة عن قرب، كنت بداية لأن رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت أحتك بكل المصادر من جماعة الإخوان إلى معظم أفراد المجلس العسكري، كنت أتابع في الواقع يعني مع شخصيات كثيرة جدا. ظني الشخصي ما أن العدو الأول لجماعة الإخوان المسلمين كانت هي الجماعة وتصرفاتها، بمعنى نعم ربما يكون قد حاول المجلس العسكري في نوايا نفسه، لكن على أرض الواقع المجلس الأعلى كان يجتمع مع قيادة الإخوان كثيرا، كان يستمع إليهم، كان يعطيهم الثقة، بمعنى أنها جماعة الإخوان كانوا بالنسبة للمجلس العسكري في هذا الوقت ربما التنظيم الأفضل، بمعنى أنهم القادرون على أن يقولوا لأعوانهم انصرفوا من الميدان فينصرفوا، في حين أن بقية القوى السياسية الأخرى خصوصا الشبابية أو الثورية أو الاشتراكية أو الناصريين أو كل هذه القوى لم يكونوا يأتمروا بأمر الأمر بالمعروف كما هو حادث مع جماعة الإخوان، وبالتالي كان يسهل بالنسبة للمجلس العسكري التفاوض مع جماعة الإخوان والوصول إلى اتفاقات أفضل كثيرا من بقية القوى السياسية. مرة أخرى لو كان المجلس العسكري يريد أن يعرقل كان معه إمكانات كثيرة جدا لكنه لم يستخدمها. يقول البعض وربما يكون هذا صحيحا أنه مد لهم الحبل مدا فيعني التف حولهم. النقطة الجوهرية الأخرى، هفترض أن المجلس الأعلى فعل كل ذلك ورأي أنه لم يفعل في آخر حتى في وسط أيام المجلس العسكري، وهذا مسجل ومعلن، طلب من محمد مرسي وجماعة الإخوان أكثر من مرة أن يتراجع عن قرارات كانت قرارات صدامية مع الدولة بأكملها مثل التعديلات الدستورية على سبيل المثال، كان أوضح مثال مثل عدم الجلوس مع القوى السياسية حينما تكونت جبهة الإنقاذ، الذي فعل ذلك كان عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري، وذهب إلى محمد مرسي أكثر من مرة وطالبه بأن يتراجع، ثم طالبوه في النهاية بإجراء انتخابات مبكرة. أنا أستغرب استغرابا شديدا، يعني لو أن جماعة الإخوان استجابت لطلب، وهذا أنا أعرف أنه قد يكون في حلقة لاحقة هذا الموضوع نستبق إليه، لكن هي مؤشر رئيسي على أنهم جماعة الإخوان المسلمين يعني للأسف الشديد أثبتوا خلال السنة التي حكموها والسنة التي كانوا فيها قريبين من الحكم أنهم لا يصلحون لإدارة حي أو محافظة. وليس طب لماذا هنا أستاذ عماد؟ لماذا هنا في هذه المرحلة لا زال الإخوان لم يصلوا إلى السلطة بعد، ولكن لوحظ أن ثمة تباعد بينهم وبين باقي القوى السياسية في الثورة؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى مثل هذا التباعد؟ حتى قيل أنه كان في هناك فرصة لمصالحة ناصرية إخوانية في تلك المرحلة لم تحصل. أخي الكريم، أولا أنا أحييك على هذا السؤال لأنه فعلا مربط الفرس، وللأسف الشديد جماعة الإخوان لا تريد أن تفهمه حتى الآن. أنا أشرت إليه عرضا حينما قلت أن هناك كانت لائحة قائمة انتخابية تقودها جماعة الإخوان، وكان مرشحا ضمن هذه اللائحة عديد من السياسيين المصريين والقوى السياسية منهم الناصريين،
حزب حمدين صباحي كان مشاركا في هذه اللائحة، وجزء من أعضائه دخلوا الانتخابات على قوائم الإخوان، ومنهم أمين إسكندر ومجموعة أخرى صحيح. من الزملاء والأصدقاء. وبالتالي إن هذا ما فعله ما فعلته جماعة الإخوان مع هذه القوة كان مثالا لما سيأتي لاحقا. تعاملوا معهم بمنتهى العجرفة، بمنتهى الفوقية، وكأنهم قد ملكوا الدنيا حتى قبل أن تحدث الانتخابات، لأنهم كانوا يعلمون أنهم التنظيم الأكثر أو الجماعة الأكثر تنظيما. هذا الشعور الفوقي وصل للجميع، عارفوا أن جماعة الإخوان تعاملهم كأحزاب من الدرجة الثانية. انتقل هذا الأمر وتكرس طوال المرحلة الانتقالية، وبدأوا يعني يستغلون هذا الأمر بمهارة شديدة جدا، لكن يعني بوضوح أو بفجاجة مطلقة. هذا الأمر ربما يكون قد مثل نوعا من الضوء التحذيري للقوات المسلحة أو القوى ما تسمى الدولة العميقة بأكملها. من هنا بدأ الإحساس أن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد أن تكون شريكا. طب أنا لدي سؤال أستاذ عماد الدين. كان كما تعلم لدي شعار يقول مغالبة مشاركة لا مغالبة. الذي حدث أنها كانت مغالبة فجة جعلت الجميع يتحد ضدهم في النهاية. حينما يخرج عليهم حزب النور والسلفيين ويعارضهم عن منعم أبو الفتوح في 30 يونيو، فمعنى ذلك أن هناك أمرا جللا قد حدث ووصل إلى الجميع. لم يكن خروج 30 مليون عبثا في هذا الأمر. ثم حتى هذه اللحظة لا تعي جماعة الإخوان أنها أخطأت ولا تريد أن تستفيد من الدرس، فمعنى ذلك أن شيئا لم يتغير في المشهد. لدي سؤال آخر يتعلق بالقوى السياسية الأخرى، سواء كانت التقليدية أو حتى التي ظهرت في قبل ثورة يناير وكانت هي الداعي الرئيسي لها كما تحدثنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج. هذه القوى لماذا لم تنضج بعد الثورة؟ يعني لماذا لم تنتقل وهي يعني عندما تحدثنا عن تلك المرحلة قلنا أن حركة الإخوان لحقت، كان لديها تردد كبير بالنزول إلى الميدان، بعد ذلك نزلت كأفراد، بعد ذلك أخذت قرارها بالنزول، لكن هناك من دعا، هناك من كان هو سبب الدعوة، الصفحات التي طالبت بالتظاهر، هذه تحولت فيما بعد إلى قوى، لكن هذه القوى لم تنضج في هذه المرحلة لتعبر عن ذاتها أو تتصدر المشهد. ما هي الأسباب؟ تذكر أخي الكريم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تصل جماعة قوية في المشهد السياسي إلا بعد 80 سنة. حصدت هذه الثمار بعد 80 سنة. غالبية القوى السياسية المصرية التي تشكلت بعد الثورة كانت قوى وليدة، كانت لديها أفكار نبيلة، لكن لا توجد تنظيمات، لا توجد قوى على الأرض. القوى السياسية التقليدية مثل حزب الوفد، مثل حزب التجمع، مثل الأحزاب النصرية، كانت أحزاب ضعيفة، لأن نظام حسني مبارك أصابها بشلل يعني طوال الوقت، حرص على حصارها في طوال الوقت، إضافة للأخطاء قاتلة وقعت فيها هذه الأحزاب أيضا، استسلمت لهذا الوهن. ولم تقل أنا تقديري أن جماعة الإخوان والسلفيين قاوموا ولعبوا كثيرا في فترة حسني مبارك حتى حافظوا على وجودهم، واتبعوا كل الأمور بما فيها بالمناسبة التقية. السيد متحدث الإخوان قال بوضوح أننا لم نداهن مجلس الأعلى القوات المسلحة، ولكننا فعلنا معه ما يشبه الهدنة. نعم، هم كانوا يفعلون ذلك عن قصد، وكانوا يتبعون هذا الأمر، وإلى أن أعلن محمد مرسي عبارته الشهيرة الستينات وما أدراك ما الستينات، ثم انقلبوا على الجميع. هذا سلوك يليق بجماعة صغيرة، لكن لا تستطيع جماعة تريد أن تحكم دولة مثل مصر. وأعود وأرجع وأقول ما ذكره أستاذنا الدكتور كمال، وهي أن صعود الإخوان إلى الحكم في مصر كان في إطار شرق أوسطي كامل، وليس مصر فقط، وليس أمرا متعلقا بإسرائيل أو بسيناء. كان هناك تصور كبير قاده أوباما وفريقه أن دعنا نعطي فرصة للإسلام السياسي في المنطقة يحكم، فربما يستطيع أن ليس فقط إسرائيل لكنه يمتص التطرف وخلي المتطرفين ينزلوا يضربوا بعض في المناطق بتاعتهم بدلا من أن يفجروا. اسمح لي أن أنتقل إلى لندن أستاذ عماد الدين لأسأل الأستاذ محمد سودان حول هذه المسائل، خاصة فيما يتعلق بعدم الاستجابة للنصائح. يعني في نصائح قدمت للحركة للجماعة في ذلك الوقت من أصدقاء، يعني خطاب خالد مشعل في القاهرة الذي نصح فيه الإخوان حسب ما قال بأن لا يستأثروا بالسلطة وأن يكونوا مشاركين
وليسوا هم من يتحملوا المسألة. أيضا خطاب الرئيس أردوغان الذي نصح أيضا الإخوان بذلك الأمر. الشيخ راشد الغنوشي كذلك الأمر كان له نفس النظرة على الجماعة أن لا تقود، عليها أن تشارك فقط. حتى الجماعة نفسها يعني في الانتخابات الرئاسية قالت بأننا لن نترشح لهذه الانتخابات ثم عدلت بعد ذلك. لماذا لم تستمع الجماعة لنصائح أصدقائها؟ الحقيقة أنا بس أستاذ كمال لو سمحت لي في أمور كثيرة يعني طبعا طبعا تفضل على الكلام اللي قاله الأستاذ عماد وكذلك الدكتور كمال، لكن أرد على سؤال حضرتك أولا ثم أعود إلى ما قاله إذا سمحت. بعد إذن حضرتك، الجماعة لم تستمع إلى نصائح، يعني الحقيقة دي برضو كلام مش في مكانه، لكن خلينا نقول إن هناك مؤامرة كانت أصلا من المجلس العسكري على الإخوان المسلمين، ومؤامرة من القضاء المصري على الإخوان المسلمين، ومؤامرة من الإعلام المصري على الإخوان المسلمين، ومن النيابة العامة، وعندنا الكثير من الشواهد في ذلك، يعني القاضي زندو، وعندنا ما قاله، وعندنا محمد إبراهيم اللي قال إحنا ما كناش بنسمع كلام أي حد من الرئاسة ولا من مرسي ولا من أي محافظ، وكنا بنديهم تقارير خاطئة، كذلك مدير المخابرات العامة. إذن الأمور كلها كانت ضد أصلا ما يعني المؤسسة الرئاسية وضد محمد مرسي منذ اللحظة الأولى من اعتلاء الرئيس محمد مرسي سلطة الحكم بأشرف وأنزه انتخابات تمت في مصر. هذه واحدة. الإخوان المسلمين لما يعني قالوا إن يعني نصايح نصايح كان أردوغان قال إن في انقلاب جاي، وكثير من الـ من الـ يعني من الشخصيات السياسية قالوا إن في انقلاب جاي، لكن رئيس مرسي الحقيقة آثر إنه لا يكون هناك يعني دماء على الأرض، هناك للأسف الشديد نزلت الدماء، وبالتالي إنه لم يستجيب لمسألة الانتخابات المبكرة اللي أرغموا عليها المجلس العسكري، وكان بالنيابة عن ذلك هو فتح السيسي، قال إن أنا ما عندي مانع، وياريت نسمع لآخر كلمات قالها في خطابي، قال ما عندي مانع أبدا انتخابات مبكرة، لكن انتخابات مبكرة اللي يقررها مجلس الشعب مش الجيش. اللي قرر ان في انتخابات هو المجلس الشعب، يبقى ممثلين عن الناس، ما عندي مانع. ليه احنا دخلنا رئاسه؟ الحقيقه اسباب كثيره، وكان سببها الاساسي انه كمال الجنزوري هدد الدكتور سعد الكتاتي وكان رئيس مجلس الشعب ذلك الوقت، قال اذا طلبتم مره اخرى ان تراقبوا او المجلس الشعب يراقب ميزانيه قوات مسلحه، فانا عندي في درجي قرار حل مجلس الشعب، وبالتالي لا في مجلس شورى ولا مجلس شعب ولا دستور. اذا نعود الى مربع صفر مره اخرى، بالتالي اخذ الراي والتصويت داخل مجلس شورى في الاخوان وكذلك في الحزب بانه الحل الوحيد لعدم فقدان كل مكاسب 25 يناير الذهاب للرئاسه منتخبات الرئاسه واللي رشح، لكن هذا كمان كان له اثار سلبيه لانه ضرب مصداقيه الجماعه لدى القوى السياسية التي يعني أخذت التزام الجماعة بعدم الترشح. إحنا هنا بنتكلم عن 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 يعني متغيرات ظهرت على السطح في الجو السياسي المصري. بلد ما فيهاش دستور، بلد مهددة بحل مجلس الشعب، وده اتحل فعلا قبل ما يتولى الرئيس مرسي يعني قيادة الدولة، تم حل مجلس الشعب بقرار من مجلس عسكري، وما فيش مجلس، ما فيش اي مؤسسه اصلا تشريعيه ولا غيره موجوده في البلاد. هذا امر. اذا هي المؤامرات اقيدت من منذ اللحظه الاولى. بالنسبه للاحزاب انا بس برد على الاستاذ عماد بعد اذن حضرتك لو سمحت. لا احنا عندنا حزب الوفد وحزب العمل وحزب احزاب كثيره جدا جدا ادم الاخوان المسلمين في مصر بكثير، كانت ليس لها وجود لانها ليست مختلطه بالشعب اصلا وما لهاش قاعده شعبيه، بالتالي لم ياخذوا يعني مقاعد. الامر الثاني السلفيين اللي هم اول امبارح اللي كانوا رافضين تماما الدخول في المضمار السياسي اخذوا 22% وهم طيب. وهم حديث العهد بالسياسه، بل كانوا بيقولوا الترشح للبرلمان حرام، الدخول في السياسه حرام، الخروج على الحاكم حرام، كل ده حرام وحلل في لحظه واحده وخدوا 22%. فبالتالي المساله مش مساله طيب. عدد كبير وعدد لا، مساله ناس لها مصداقيه عند الشعب، لها قاعده موجوده
مع الشعب المصري. الامر الاخير بس معلش يوم 30 يونيو مساله ال 30 مليون لا طبعا ما فيش 30 مليون نزلوا يوم 30 يونيو ولا هذا حاجة. سنتحدث عنه في حلقه في وقته عدد العدد عن 650,000 طيب. لكن هذا النزول كان مدعم بالقوات المسلحه ومدعم أستاذ محمد وأسر الضباط. سنتحدث عن 30 من يونيو، سنتحدث عن فترة أيضا حكم نعم. الرئيس محمد مرسي. دكتور كمال، في ختام هذه الحلقة ماذا يمكن أن نقول باختصار عن هذا التاريخ أو عن هذه المرحلة، مرحلة الحكم العسكري؟ أي. شوف أنا أول شيء بدي بس شير لموضوع السلفيين بس بعجالة. لا طب. السلفيين يعني كان إنهم حامل إقليمي وهذا الحامل الإقليمي حثهم على أن ينزلوا الانتخابات، وأنا أقصد هنا السعودية. سنة 2011-2012 يمكن بشكل أم بآخر إذا عملت لها نظرة طائر من فوق بعتقد كان في فرصة ربما توفرت بشكل ما أم بآخر سواء شاء من في الخلفية الحوادث أن يدعها تمر بيسر أم لم يشاء، صرف النظر توفرت فرصة لنوع من شراكة دعنا نقول أولا خلينا نقول من جانب هي مدنية إسلامية ومن جانب آخر عسكرية إسلامية، يعني هذا الفراق الفالقي ما بين المشايخ وما بين القبعات كان ممكن له أن يستر بشيء من الوظيفية. شيء باكستاني وآن باترسون لما أتت من إسلام آباد إلى القاهرة كانت تحمل في جعبتها تصور من هذا القبيل. إيه؟ وطبعا يمكن لأنه البنتاغون قدر مسائل سينا بالتقدير اللي أنا عم بحكي عنه، وبعد حادثة بني غازي المسائل راحت باتجاه تاني وغولبت آن باترسون ومدرستها وصار في مغالبة لهالأمر. في رأيي الشخصي أنه قدر من التعقل عند مكتب الإرشاد كان بيساعد، وعلى فكرة أنا لست من المعتقدين أنه كل ما أرادوه وفعلوه غلط بالضرورة، إنما في تقديري هن كيف شافوا الآخرين وأتاحوا فرص كبيرة للنفاذ منها لمن يتربص بهم شرا، وكما قلت وفروا بعض من هذا الحبل لآخرين أن يشنقوهم به. سنكمل في الحلقة المقبلة بمشيئة الله، في طبعا الحلقة المقبلة سنتحدث عن وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، كيف كان هذا الحكم الذي شهد الكثير من الأحداث في ذلك الوقت، أين أخطأ الرئيس، أين أصاب، ولماذا وصلت الأمور إلى مرحلة 30 من يونيو. أشكر الأستاذ محمد السودان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من لندن، الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية من القاهرة، دكتور كمال خلف الطويل الباحث السياسي والمؤرخ، أشكر حضورك هنا في الاستوديو، والحلقة المقبلة نكمل بمشيئة الله هذا التقييم وهذه المراجعة. إلى اللقاء.